الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا حاليا رشيد الكازراف في الطابق في ليتشوسي، ما خلاوش يخرج للناس، ما خلاوش يخرج للناس وما خلاوش يطلع للمكتب. راكم فاهميني خوتي، حاليا رشيد الكاز راهو تحت شادين الشرطة هنا على 10 دقائق. سواو راح يدوه مباشرة إلى شلف هكذا خاوتنا. حاليا ما خلاوهش لا يطلع المكتب لا يخرج للشعب.
هاو تخرجوا هاو. خلوهاش يخرج راه تحت. رفلاكاج ديسكالي. رفلاكاج ديسكالي.